السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، مرحبا بكم في اليوم الثاني. في شيء أريد أن أؤكد عليه، حياة أي شركة لا يمكن مستحيل أن تمنع وقوع مشاكل. مشاكل ستحصل ستحصل، والمخاطر ستحصل ستحصل. إنما أنت تستطيع أن تستفيد بشيئين، واحد أن تقوم بعملية الحد منها، اثنين إيجاد فرص تحسين منها. ممكن تحول هذه المشاكل تحولها فرص تحسين تصبح تقدر لك بيئة جديدة وتسوي لك بيئة تنافسية. عشان تستطيع التعامل مع المشاكل أنت تحتاج إلى أسلوب جيد في التعامل مع المشاكل. البعض من الإخوة في بعض الشركات لا يستطيع حل المشاكل. السبب وجود ثلاث مشكلات تمنعنا من حل المشاكل. المشكلة الأولى هي عدم وجود الشفافية. يعني إحنا ما نتحمل أبداً النقد، نبقى دائماً نصحبونا ويقولونا ممتازين وأنتم رائعين جداً ما شاء الله عليكم، مديرنا العام ما يحب أحد ينتقده ولا رؤساء الأقسام يحب أحد ينتقدهم. مع ذلك اعرف تماماً المشاكل راح تكون موجودة واللي سيحصل إنها راح تكبر تتكاثر أكثر، بس إنها راح تكون بس شيء بسيط ما تحت السطح، يعني مش واضحة بالنسبة لك، راح تلاقي تبدو دائماً تحت السطح وراح تزيد لدرجة إن أنت اليوم اللي يصير ماذا يحصل عندك كارثة وتشيل كل منظمة. إذا أول شيء واحد عدم وجود الشفافية. الشفافية ما مقصود بها؟ إنه دائماً عندنا يعني في طريقة مناسبة لعملية الحوار والنقاش ونجلس سوا ونعرف إن عندنا الأمان. يعني أنا أدخل في اجتماع أقول وجهة نظري، أنا أقول لك وجهة نظري بدون ما يأتي هذا على موقعك الوظيفي ولا على فكرتك عني، إنما أنا فقط أعطيك من تصوري. النقطة الثانية اللي تمنع من عملية وجود المشاكل ادعاء الكمال. بعض الشركات لما تدخل عندهم دائما يتكلموا بطريقة مبالغة، احنا افضل شركة في العالم، احنا افضل من صنع هذا الشيء، نحن ما عندنا اي مشكلات، وبالتالي تعرف تماما ان هم معنى ذلك انهم يجلسوا يشوفون المنافسين لهم. المنافسين جالسين يشتغلون بشكل كبير جدا، والمنافسين جالسين يطورون، وبالتالي ادعاء الكمال معناه هو من؟ هو التوقف.